امام الف مبروك اول دوري ليك مع الاهلي ومزيد من البطولات زي ما جمهور الاهلي قال لك، ومبروك البطوله 44 للنادي الاهلي. طبعا الحمد لله تعب موسم كامل، بشكر طبعا اللعيبه الرجاله الجمهور العظيم ده اللي ورانا من اول يوم لحد النهارده. بصراحه اللعيبه مفيش حد فيهم مؤثر في حاجه، والحمد لله وان شاء الله لسه في عندنا سوبر ان شاء الله نفكر فيه الفتره الجايه باذن الله، واللي ربنا كاتبه نشوفه باذن الله. سوبر بقى الجمهور عمال السوبر يا امام ان شاء الله. مباراه صعبه مع الزمالك باذن الله، احنا هنحتفل النهارده ومن بكره ان شاء الله نبدا نفكر في مباراه السوبر ان شاء الله. واكيد اللعيبه رجاله وبشكرهم تاني على المجهود. يا عم التيشيرت بتاع ابوك الله يرحمه، ده ابويا، ابوك هو ابويا. والحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجمهور ومجلس الاداره طبعا والكابتن محمود الخطيب، وبقول لهم الف مبروك وان شاء الله من المزيد باذن الله. الاهلي اضاف لامام عاشور وجمهور الاهلي اللي بيحبك، يعني كانك واحد من ابناء. تعالى يا بابا، علاقه حلوه مع جمهور الاهلي تاني معلش. جمهور الاهلي، الاهلي بصفه عامه اضاف لامام، وجمهور الاهلي اللي حبك وبقى علاقه حلوه ما بين، عادي مشكله. لا طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم طبعا، الواحد مهما يتكلم عليهم بصراحه بيقفوا دايما جنب اللعيبه بيساندوا اللعيبه، وبشكرهم تاني وبقول لهم ان شاء الله لسه قدامنا مشوار طويل السنه دي باذن الله. مستنيين منك واحده في السوبر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله والد النجم امام عاشور، الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك. طبعا امال ايه، طبعا الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمك ربنا يكرمك، الف مبروك وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله، وربنا يوفقهم جميعا، يوفق النادي الاهلي ان شاء الله ويوفق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. وبنشكر الجمهور الجميل دوت ما شاء الله، والف مبروك على الدوري النهارده ان شاء الله. الف مبروك يا امام، والف مبروك وربنا يخليه.